إذا جديد بلير جديد دين بركان ذك سبوسان 50 مشان تفنارا إطراحي قطة من زيس خدامان ذي الصحوة خمانيا ظانتي دربعان تمسمونين إتاران ثينيث إحطون وجديدة حما ويقطي زكمشانا جمعية حماية اللقالق البيضاء تم تأسيسها طنو بالارجش مرار ذكواس 17 يناير 2004 وما غط حظا بالارجش مرار إغي حظان التنوع البيولوجي الشين دي تمسمون تنخ انتارثين يتعاود إذ مسرش نوس قمي اختزدوكي من زي تمسمون تنخ السنهم ما استزدوكي التوسنا أمام شنتارثين ذي تمسمون تنخ عاود إذ يومي إغيدو من ومنياس المشاريع وساري إتهمان تزدوكي إنازو أميك على خلق مشاريع السياحة البيئية أو إنعاشها وهاتين جيت ذي الشراكة أكد فضاء المدينة المجلس العلمي نديت مباركان الفضاء وهاتين ديت جاذهاتين جاء أمش السبيطار جاء أمش دار العجزاء أمش الملجأ للأيتام أمش ممي إنا غرنا طيروهاتين باللارج انت باللارج اسم على مسلمة ذي تعرف كانت يعني ابن البرج إيمي قناسي بن البرش لحقاش نتايز الترديل على ريت تجي العشاش نسند كيخ في الشجر بالله رجوهاتين يتدار يعني تدار تنس ديس بزاف المشاكل ديس المشاكل طبيعية يعني المشاكل ويا مثلا أنظار الطاس الريحة الطاس مشاكل الهجرة مثلا تجار ثلاثة بالله رجين يدك ورد غير الجن الاحتباس الحراري الظاهرة ما يسمى زي تعرف ظاهرة التيه انت تلفس الربعة عمر قرص تعرف ايضا ثاني وري السين ماني صغير روح ماني صغير انه المناخ يتبدل الاقلاق ديما تبرك دي مدينه بركان يعني يتوعر في عام 1953 تو غير الجل عشه اذا نتين ذي بركان ذي المنطقه المعروفه منطقه بيئيه معروفه تستخ ضفه واد شراعه وما ينزيق توغيسي وربع الاخ عبد الرحمن شمرار يسيور خلق راق مرمي كنا يوجد لأنه 1919 تود في فرنسا تلقى الغرس الأشجار ذي القمشانة القمشانة يخش دانيتين القلاق يوفى كنا ظلنا نس دانيتين يقيم يتكاثر المهم زي 1953 تغير الجل العش تالي حار مهم عودة قنطارنث نقينا قيل حساب عودة للأعشاش ذي 1995 وفين 33 لكن مي كنا بعد يعني السنين 1995 يقيم يتنقص يتنقص القمشانة ولكن ما ينزي يعني نظرا للإكراهات
إذا لماذا الاهتمام باللقالق البيضاء؟ لأنها طيور متوحشة تأتي من مين تارث هينيث وبلار ججمرار من زينيثني ذيش ضيضن أن رخرار تسندغانخ أمشنو إنو جيون كن ذاني تاست شواع رين وما غذكن رعوشن سن وامشنا إديوسين طافي الولي الصالح سيدي حمد بركان إخفت وسمنا ثندين من بركان إتوحسب ذامشن وسنين من يتنجمع من إبلارجن أزبو سكاس نربو 1995 مشا إجديد الناي توقع خفص نتعدو أمام شنتورا ذاني تا من زيديني إج الخرافات قابل لي أي سم لقلق إسكن فا زراراش السكوة والخرافة يا ويجيبو التيذت من زين قد تحليل إوذا نوبلار جشمرار ونوفاديس الطاس المواد الطاران الصحاظ نبنادن وخمانيان عجمس نيوذان باللي أسكن في الزيس إزما غاضي ضار الصحاظ نيوذان إرسقن ربدا دي تمسرعين نرغطة إلى كافة الناس أن التداوي هو ضرب من الخيال بل قد يؤدي الناس الذين يتعلقون بالأوهام. النظر في الطيور ينعش الصدور فهي مدعاة للانشراح والسرور فهي تحلق هذه الطيور الحرارية فهي من الطيور الحرارية لزوازو تيرميك فالآن نراها تضرب الهواء وطارة تحلق عبر الطيران الشراعي